السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم مع الحلقة الخامسة إن شاء الله من حلقات جونيفر. إن شاء الله راح نشرحها اليوم، اللي هي تتلخص إن شاء الله في الأوبريشن مونيتورينج، أوبريشن مونيتورينج أند مينتيننس. طبعا هو سهل جدا، هذا كله بيتحدث عن أوبريشن مود. كل هاي الشغلات موجودة في أوبريشن مود اللي هي مونيتورينج، نحكي عن انترفيس ستيتس. طبعا معظمها شرحناها، وفي شغلات ما شرحناهاش، نتورك يوتيليتيز زي بينج تريس راوت. وبنشرح برضه على الجي ان اس او اس ريليز، اللي هو كيف نعرف الاصدارات واللي واشكالها وانواعها وشغلات زي هيك. بنحكي عن باسورد ريكفري اذا نسينا احنا الباسورد تبعت الروت او كذا، كيف نعملها ريكفري عن طريق الكونسول طبعا. وبنحكي على الابندنجز وابندنجز اي وابندنجز بي، اللي بنحكي عن جي ويب وعلى الانترفيس كونفيجريشن اكزامبل راح يعطينا اياها ان شاء الله. خلينا كيف نبلش ان شاء الله. نحكي عن الاوبريشن مونيتورنج اند مينتيننس. طبعا هون بحكي لك انه مونيتورنج في عندنا عده شغلات، اللي هي جي ويب، SNMP، جينوس سي ال اي، ليتس، ال سي دي. طبعا هدول التنتين ليتس والال سي دي مش رح نشوفهم لانه احنا ما نشتغل على راوتر حقيقي، احنا نشتغل على الجينوس سي ال اي. الاس ام بي طبعا لازم يكون عندك فيه سيرفر عشان تراقب، والجي ويب احنا ما رح ننزله. طبعا انت في له طريقة تنزله، طبعا انا مش رح اقدر انزله على الماشين، ما بعرف، انا ما جربت انزله، بس اعتقد في طريقة انك تقدر تنزله، واعتقد شفت شرح انه بتقدر تنزل انت جيوب. طبعا هو فعليا في الكورس هذا ما بيلزمنا، تمام، بس بتحفظ لك كم من امر بسيط لانه بيجي عليه سؤال واحد او سؤالين. طبعا في شو مونيتورنج عندنا، هدول اهم كومنتس عشان نراقب الراوتر اللي عندنا. شو سيستم، في عندنا اهم شيء شو سيستم، هدول لازم في شغلات لازم تحفظها، بجوز يجيك في الامتحان الارمز اذا صار في عندك اي مشكله. بوت مسجز، يعني كل المسجز، خلينا نشوف هاي مثلا شو سيستم بوت مسجز، شو بعطيك هاي، بعطيك كل الرسائل من اول ما بلش الراوتر. طبعا هاي اذا متذكرين وين شفناها، لما عملت لكم انستول وشغلت السيريال، هدول كان يبينوا، هدول ما بتشوفهم ليش، لانه مربوطين في السيريال فعليا، تمام، هي هيك بتشوف، يعني هدول الرسائل اذا صارت اي مشكله، مثلا صار اشي معين، تقدر انت تشوفه من وين، عن طريق هون. شو سيستم، سيستم شوف برضو ممكن يجيك الارمز، ممكن يجيك الارمز ريبوت رول باك، مثلا رول باك، ايش هذا رول باك، عندك من واحد مثلا خلينا نقول اثنين، بيجي بعطيك الرول باك اللي بده اياه. يعني شو يعني الرول باك، يعني احنا مش كنا نعمل رول باك اللي هو نعمل كونفيجريشن كل كومنت طبعا. طب شو سيستم، شو برضو ممكن يجينا، طبعا بدك تشوفهم واحدة واحدة، طبعا بطول انا اورجيك اياهم جميعهم، بس انت تشوفهم واحدة واحدة. بروسيسز، كور كونكشن، كونفيجريشن، هاي شفناها، كوميت، اشوف كوميت، هون بعطيك كل واحدة عملتها كوميت ومين اللي عملها كوميت وباي ساعة عملتها كوميت. تقدر تعمل ايش، وتعمل ديسكريبشن، طبعا لما تعمل كوميت بتعمل ايش، ديسكريبشن انت كل شغلة شو عملتها، فيا اذر، كان في سي ال اي، يعني تقدر تشوف انت كل واحدة ايش بتضيفنا. كونك كونفجريشن هذا له اهم شيء، بوت مسجز لان راح يجيك عليها سؤال. استورج اهم شيء، استورج هاي معناها هاي بيجي عليها سؤال، والبوت مسج هذول الثنتين بيجيك عليهم سؤال. خلينا نشوف استورج هون موجود عندي، شو سيستم استورج، هي بيجي يحطيك نفسها، طبعا هاي وين جاها هو اصلا، هاي تقدر تشوفها من ستارت شيل زي ما شفنا هذيك المرة، كيف فايل ليست نفس الاشي، دي اف نفس هاي، نفس الامر هذا ال اتش نفسه، شايف طلع انت بار، نفس القصة نفس الامر بالضبط. ستارجر اكزيت، اذا اللي هو ايش، شو سيستم ستورج، تمام، نفس الامر. طبعا هي بس يعني هي اصلا اوامر يونكس، هاي مش اوامر يعني جونيبر، بس هم بيعدلوا على الاسم بس، يعني فهمت علي كيف. مونيتور شاسيز، يعني اذا نراقب هو الراوتر نفسه، الارامز تبعته، الكلاتشر طبعا، انفايرمنت، الفانز اذا في عندك مراوح، الفوروردينج بدك تشوفها، الهاردوير مثلا انستليشن، هات نشوف مثلا هاردوير والبيك مثلا والراوتنج انجن. شو مثلا نقول هيك، شو سيستم ولا لا، شو شاسيز، الراوت انجن بحكي لك انون، طيب لانه احنا فعليا مش على راوتر حقيقي، بيك بيك ايش، شوف اف بيك سلوت،
نقول صفر فيش عنا، يعني انه فيش حقيقة فعليا، لانه انت في هاردوير برضه هون هاردوير انون كوماند، لانه انت فعليا فيش موجود عندك، يعني فيش الشاسز، انت فعليا مش على يعني مش على فيزيكال، انت بس فيرتشوال ماشين. شو شو الارجيومنت اللي طبعا مش مهمات كثير، بس انت احفظها الارم مثلا انفايرمنت بغض النظر. هسا انترفيس ستاتس فيرتيكيشن طبعا ايش بحكي لك، انكريز اوبشن تو انكريز اند ديكريز ديسكريبشن، انكلود انترفيس نيم تو ليميت اوت بوت تو انترفيس. هاي الانترفيس اللي عندنا اهم وحدة شو انترفيس ستيرس، اهم وحدة هاي زي بريف بعطيك لمحة عادية. في عندنا شو انترفيس مثلا اذا عندك واحد اي ام زيرو بعطيك بس سو، هون بعطيك العادي شايف تيرس مثلا بعطيك ايش الشكل العام، يعني لحالة بعطيك ايش عادية شغلات بسيطة مثلا بعطيك اللينك تايب اللينك فلاج ديفايس تايب ايثرنت مثلا ام تي يو سبيد، يعني كل شيء بعطيه اياه تمام. لو في شغلة اللي هي اكستنشن هاي راح يجيك في الامتحان اكستنسيف اكستنسيف، لو عملنا طاش بعطيك هون بعطيك الترافيك تمام. فهون بشو بعطيك مثلا الترافيك ستاتيك انبوت ايرورز واوتبوت ايرورز، يعني شو الاضافات بس هدول ستاتستيك وترافيك ستاتستيك وانبوت ايرور واوتبوت ايرور، يعني بس هدول اهم تنتين تمام. في اشي تاني مثلا هذا نشوف، في اشي تاني شو في عنا ميديا ستاتستيك ديتيل بريف مثلا، شو يعني بريف؟ بريف نفس الاشي يعني بعطيك اشي زيادة تقريبا، يعني مختصر مفيد مش مشكلة. فاهم اشي هدلون انترفيس تاب انترفيس كان ادمنستريتيف ديسبلي، هي هدلون تحت ادمنستريتيف واضح طبعا. هون اكستنسيف طبعا هون بيسألك هون ديتيل نيم انترفيس، راح يجيك سؤال انه اكستنسيف هذا بيعطيك الايرور بيعطيك ستاتستيك وفيزيكال اند لوجيكال، هذا الامر هيك بعطيك هذا الحكي هي هون هيك تيجي تعمل عشان نعمل لكم اياه خلص بعمل بعدين. مونيتورينج ان انترفيس تقدر تشوف انت قديش انترفيس اللي عندك كذا تشوفها اللي هو مونيتور انترفيس، في تقدر تعمل ريال بريال تايم شايف، تقدر تعمل مونيتور. لو جينا نعمل مونيتور اللي هو انترفيس اي ام تل اثنين تمام، هاي الانبوت اللي عندنا والاوتبوت شايفها، هاي الانبوت والاوتبوت. لو انت بفوت على اس اتش ببين عندي اس اس اتش بزيد اس اس اتش مثلا روت او مثلا علي اوبريتور ات 192.168.2.198 هيك علي اوبريتور تمام. لو عملنا شو ستارت مثلا شيل بدي احط امر عشان يضل يشتغل ديو اول تمام، بضل هذا شغال الديو شايف بيرمشن ديناي. طلع انت ترافيك طوال بيزيد عندك هون، يعني ترافيك انبوت بايت واوتبوت بايت كل اشي بيتحرك تمام. هاي السكند عندك والتايم بحكي لك الديلي وكل اشي تمام. تكبس كيو في مونيتور ترافيك، شو في عندنا برضو بس مونيتور انترفيس في ترافيك اشوف هون بعطيك بس الترافيك بشكل عام شايف كيف، بعطيك كل واحد انبوت والاوتبوت تبعه. طبعا احنا ليش طلع انت بس مين اكثر واحد اللي هو اي ام 2 لانه احنا شغالين عليه، البقيه في شيء ايش عليهم تقريبا تمام. هي عشان نعطيك احصائيه. طيب شو في عندنا اوكي البنك كالعاده مش سهل جدا، البنج والتريس بتعرفوا تريس راوت عادي بيعطيك اياه، والبنج طبعا البنج بضل مستمر في شيء له رقم، يعني في اليونكس عادة لينكس تعمل بنج بتحط الرقم بضل وبعمل بنج على طول الى ما لا نهايه. تقدر تعمل الكاونت، هاي مهمه الكاونت شو كم مره بدك، بس تحدد مثلا كاونت 5 تمام. اذا هذا بيجيك سؤال البنج لما اجي البنج وين توقف عندي، هاي البنج 8 8 8 8 طلع هذا بضل شغال كتير، يعني بضل شغال بزبطش الا كنترول سي وقفه تمام. كنترول سي كاونت مثلا اثنين بس تنتين شايف عملي تنتين. شو في برضو غير كاونت بيجيك ربط اعتقد، يعني هون
في اشي تاني، في شغلات روبوت انستنت راح يمر عليه طبعا، في ال في ديتيل تقدر تعمل ديتيل، هاي بجوز سؤال اعطيك بالتفصيل يعني ديتيل، اعتقد زي هيك اشي بيجيك سؤال عليه. طب بغض النظر على البينج راح يجيك سؤال يعني كاونت بيكون في ربط راح نمر عليه في لما نيجي على الراوتينج طبعا. مونيتور ترافيك نفس ما حكيناها، تي سي بي ديمب يوتيليتي هاي ممكن يجي في الامتحان، يعني دخل له ديتيل اكستنسيف انترفيس لاير 2 هيدر ماتشنج. مونيتور ترافيك، طيب هون مونيتور ايش ترافيك، هناك مونيتور انترفيس ترافيك، طيب خلينا نعملها هون مونيتور الترافيك. طلع هون مثلا بيجيب لك الكابتشر، طلع الاي بي مين والمس، طلع من وين لوين، كل اشي بيجيب لك اياه شايف. تقدر تحفظه لملف، هذا كيف بدك تحفظه لملف، اعتقد هيك تعمل سيف نتان هاري، طلع بضل يحفظ هذا وين على ملف. طب هيك طلع وين حفظه، لا مرضيش، ليش مرضيش يحفظه على علي علي دوت تكست مثلا، نعمل كنترول ما حفظوش علي، نعمل فايل ليست، فايل ليست علي اللي هو فايل، فايل شو في عنا فايل شو علي، ما حفظش إلي علي دوت تكست لأنه هو مراقب، كيف بدي أحفظه بشوف لكم طريقة يعني بتقدر أنت تحفظه بس أنا نفس الطريقة. بغض النظر رايت هي رايت فايل هي شو بيوز كابتشر اف يوز امبرد فيل ذا ستورج، بدك تلاحظ هذا الحكي، نعمل ماتشنج ونعمل رايت فايل، خلينا نشوف هاي نعمل هيك، نعمل المونيتور ايش رايت اشوف رايت كيف نعمله هون دقيقة أشوف أنا كيف نعملها هاي الأمر. The matching option saving using right file option، نعمل هيك أشوف match match أشوف شو عندنا هون match pattern مثلا IB matching، شو يعني matching بالضبط match، خلينا هيك نعمل كمان واحد رايت right. انا مش عارف بالضبط كيف اطبقها، اشوف بالضبط هون في عندنا خيار هاي ماتشنج شايف ماتشنج اكسبرس هيدر مثلا اي بي رايت عملنا هيك رايت سايز، تحدد انت السايز اللي عندك الباكيت اشوف هيك، ليش في عندنا مشكلة ان ابسوليوت نمبر اوف باكيت انترفيس اي ام 2 تمام، برضو في عندنا مشكلة بايب انه انا مش عارف كيف اطبق الامر هذا، راح يجينا هو بس راح اشوف كيف الامر هذا بتطبق، هذا مورجينا كيف بتطبقه. مونيتور انترفيس لاير 2 هيدر انه ديتيل كذا كذا، تلنت طبعا نعرف التلنت العادي فايل كوبي تمام، خليني اشوف لكم رايت فايل كيف ممكن اطبقها هسه. طبعا هي وجدت الحل، هون بحكي لك انه بتكتب مونيتور ترافيك رايت فايل تيستينج وتسمي اللي بدك اياه. اذا بنستخدم ايش مونيتور الترافيك، اول اشي رايت بالشراد، اذا هاي المشكلة مين تكون المشكلة نفسه في الجونيبر، يعني هاي الاصدار ما بيدعم هذا الامر مع انه لازم يدعمه بس وما بيدعم شكل الترافيك اللي عنا مونيتور الترافيك رايت هي رايت فايل لستين كذا. اذا المشكلة عندنا في مين في الامر اللي عندنا، لانه هو ما بطبقه على كل الاجهزه، يعني الاصدار اللي معي ما بدعم هذا الامر،
بغض النظر. تمام، وفي عنا تلنت، عاد بتعمل تلنت اللي بدك اياه نفسه، بتكتب نفس الشيء لابتنج بس زي تشوف تي بي نفس الاشياء، سهل جدا. فايل كوبي ترانسفير فايل فروم ديفايس اوف رانينج، فايل كوبي من اف تي بي طبعا مثلا على بار، هيك وين بحطه على بار تي جي. يعني اذا بنسخ انا كوبي هاي الفايل عندنا مثلا، بشوف هذا موجود وين على الانترنت، او مثلا بحط مع من عندي بالسيرفر اف تي بي، بكتب فايل كوبي. لما نشوف هذا الخيار مثلا، شو في عنده خيارات تانية، فايل كوبي كوبي، إذا تنسخ برضو ملف لملف يعني، نشوف مثلا كيو أو مثلا فايل تكست تعالي، يعني إذا تنسخ ملف محل ملف نفس الإشي زي كوبي عادي في اليونكس، نفسها كوبي كأنها، بس إذا تنسخ إيش من اف تي بي. تمام، جينو اس او اس ريليز، شو فيرجن بتشوف احنا، طب الفيرجن اللي عندنا شو فيرجن، بورجيك عندنا شو في عندنا. طبعا في عندك شايفين اللي هو الفويس سيرفيس كونتينر باكج البوردر جيت واي فانكشن السيرفيس، اول اشي بيس او اس بي بوت سوفت وير كيرنل كيربو باكيت فوروردنج انجن سبورت، هي موجود عندك ايش ام وتي كومن، وفي عندك الهوست سيرفيس. طبعا كل واحد بتقدر انت تعد ايش تطور، هو الموديل اسمه ايش اوليف، والهوست نيم اسمه اتش كيو راوتر، تقدر كل واحد فيهم ايش تعمل له ابديت لحاله. طبعا رح نشوف كيف في نهايه الحلقه. اعطينا هنا الفيرجن، هي هدول الشغلات اللي كنا ورجيناكم اياها. اول اشي جي كيرنل شو بحكي لك، هذا بضم الكيرنل ونتورك تول باكيتس كونتين بيسك اوبريشن سيستم، وفي عندك راوتنج انجن وطبعا بيخطأ موجود فيه هذا، عندك باكيت فورورد انجن موجود فيه هذا، دوكيومنتيشن باكيت اللي هو هيلب، وفي عندنا هون دوكيومنت سيت، وهون انكريبشن باكيت كريبتو. تمام، الاسم كيف الباكيج في الريليز الاديشن تحفظها سهل جدا، جي انستول احنا اللي عملناه، هو ايش هذا جي انستول طبعا الام و تي، الريليز عندنا ار طبعا ريليز بيتا، والاي لها اسم مش عارف نتذكر ايش اختصار لايش هاي الاي. تمام، احنا ريليز يعني نهائي، والاديشن طبعا في عندك هاي حسب الانكريبشن تبعك، المستيك بكون انكريبشن تبعه قوي، طبعا في سايند احنا بعرفش اذا كان عندنا سايند ولا لا، بكون مشفر يعني موجود التشفير. طبعا هون الشرح كامل وكل واحد شو معناها، البيتا هاي البيتا والاي انترنال تيستينج يعني واديشن. تمام، تقراهم الداونلود تقدر تنزله انت من هون، طبعا احنا ما بنقدرش ننزل ليش، انه احنا فيش فعليا فيش شغالين او ما عندنا اجهزه جونيبر، طبعا لما تفوت حتى على الموقع ما بيخلوك تنزله الا اذا كنت يعني شارن عندهم جونيبر اعتقد. وفي عندنا ابجريد، هذا السؤال راح يجيك في الامتحان، شو بنعمل ريكوست سيستم سوفت وير اد، فهذا هو الابجريشن، تعمل ريبوت. طبعا راح يسالك سؤال انه ضروري تعمل ريبوت ولا لا، بقول لك نعم لانه خيار لازم تعمل ريبوت بعد الابجريد. تقرا هذول التسهيلات، هاي ريكوست سيستم سوفت وير اد، بتحط انت ايش اليوزر ريبوت، هاي شو بحكي لك از اولويز ريكويرمنت تو اكتيف نيو سوفت وير، هاي مهم يدور بالك الامتحان راح يجيك هذا السؤال. واذا بنعمل كلين اب شو بنعمل، ريكوست سيستم ستورج كلين اب دريرن، هاي راح يجيك في الامتحان. اذا نركز عليهم هون في سؤالين راح يجيك في الامتحان واضح، السؤال الاول هذا والسؤال الثاني كيف تعمل ابديت، هاي السؤال هذا السؤال. تمام، شو سيستم وش، تمام شو سيستم، هذا برضو بيجيك في الامتحان، والله هاي فيها كتير بيجيك اسئلة هون يعني، هون في هاي الصفحة ثلاث اسئلة تقريبا صار عنا. تمام، هاي سؤال سؤالين ثلاث، وهذا راح يجيك سؤال كمان يا سلام اللي هو ايش هذا الخيار اللي هو ان سيرفيس سوفت وير ابجريد، يعني هو شغال تعمل له ابديت للراوتر. طبعا اونلي سبورت، هاي مهمة جدا لازم تحفظها، شو معناها انه بس بدعم اذا كان في عندك دول راوتنج انجن، طبعا فيش كلهم بدعموا الراوترات الكبيرة طبعا، بس بقول لك شو لازم يكون، راح يجيك في سؤال في امتحان شو برضو لازم يكون فعال عندك هدول الخيارين اللي هم graceful routing engine switch over و non stop action routing، وشو اختصار unified ISSU اللي هو in service software upgrade. تمام، لازم يكون enable. تمام، هو بحكي لك انه master back up master running in the same software release before you can perform unified ISSU. تمام، online offline during كذا،
بحكي لك انه ممنوع تطفي الراوتر وانت بتشتغل. هون بيجيك اسئلة نفس الاشي، طبعا هاي نفس الاشي، هون اسئلة واشي، وهي كيف تعمل انت. طبعا ما جانيش في الامتحان، بس بجوز الواحد يجي بتحفظهم 1 2 3 شو بيعملهم كيف تعملهم. الراوتنج باسورد ريكفر راح يجيك برضه سؤال. احنا لما نعمل روبوت بتحط ستارت سبيس، ما بعرف اذا بزبط، اشوف والله نجرب احنا وياكم. كنترول ار حط سبيس، هاي عمل لي بوت. هسه شو بنعمل هون؟ بقول لك حط بوت، ارجع بوت ناقص اس، واكبس انتر. هاي اكبس انتر، يلا ما بعرف اذا بزبط معي على هذا الراوتر. كنترول ار بوت ناقص اس، نشوف اذا بزبط. هذا بفوت على السنجل يوزر مود، هذا في اليونكس معناها بفوت بدون كلمة سر، بعدين بكتب ايش ريكفري، بعدين نعمل سيت باسورد دوكومنت. طيب بوجود خيارات هون عندنا، اول ما تفوت هون تعمل طبعا لودر، فيش هون احنا بنكبس انترميديت اللي فيش هون لازم نعملها احنا. بس نشوف كيف نشوف، هسه بورجيكم كيف نعملها. بدي اشغل اول شيء الايش، خلينا نشغل صغر هاي، طلع هذا اكزيت اكزيت كنتو ليش هيك هذا فين يا بدي شي هذا. نعمل هو تيل ناقص اف سيريال، تمام، عشان هاي سنراقب الترافيك تبعونا. كنترول ار حط لي هذا هيك، بس يجي عشان نكتب سبيس. هسه اعمل سبيس شوف ما زبطش، خلاص بغض النظر. احنا عرفنا الفكرة العامة كيف هي بتيجي هون. اذا الراوتر الحقيقي طبعا بيطلع لك زي هيك، فوت على الكونسول. طبعا ضروري جدا انت تشتغل عن طريق مين؟ الكونسول، طبعا كونسول كونكشن هاي معروفة جدا. بيجيك عليها سؤال، بيجيك هون انتر ايميديتلي، بتكتب سبيس بار، بتكتب بوت ناقص اس. لما تفوت على الشل هاي شايفها بتكتب ريكفري، بعديها بتعمل عادي تفوت على الرابط وتعمل كونفجريشن، بتعمل باسورد جديدة. بيجيك هاي اسئلة سهلة جدا، شو الفرق، هاي مهم جدا دير بالك. هاي برضو بدك تحفظهم الاسئلة. وديسكرايب بيجيك منهم على الاقل هون 3 اسئلة راح يجيك هدول، تمام. هسه بنيجي على انترنت كونفجريشن اكزامبل، تمام. طبعا احنا مش راح يعني مش راح اطبق لكم جميعهم، ليش؟ لانه في انا فيش عندي في سيريال مثلا عشان اطبقه. بحكي لك هون فيزيكال بروتوكول اللي اخذناهم، طبعا داتا لينك بروتوكول بدعم، وعندك اللينك سبيد اوثرنت كذا، هاف دوبلكس فول دوبلكس، عندك سبيد نوع السبيد اللي عندنا، الام تي يو، الكلوكينج طبعا هذا بحب موجود في الانترنال، في عندنا اكسترنال راح نشوفه، السكرامبلينج اللي هو ابليلود سكرامبلينج، في عندنا فريم شيك سيكونس 32 بت مود او 16، وهاي طبعا اللوجيكال بنعرفها بروتوكول فاميلي. في عندك اينت، اينت 6 وام بي ال اس، تمام، وايثرنت سويتشنج، وفي عندك ادرسنج عادي، وفي عندنا فيرتشوال سيركتس و اذر كاركترستيك تقراهم سنين. هون اخذناها هاي، انه هون بيكون دايما الفيزيكال، هون اللوجيكال. هاي بيجيك انترفيس مثلا ديسكريبشن عشان تعرف انه مثلا في لان. طبعا شو هذا الخيار بيعمل لك؟ هذا راوتر مشبوك وين؟ على سويتشات، على سويتش في عنده اكثر من في لان. اللي بيعرف طبعا اللي هو بسموه في الراوتر انستاك، انستيك اعتقد في السيسكو، راوتر انستيك، انه عنده انترفيس واحد بتقسم اثنين. انه شو بحاولكم طبعا هسه بورجيكم كيف نعمل هون على سيريال. هذا فريم ليلي اللي كيف بدعمل هلا سهل، يعني طالع بورجيكم انا كيف بدعملها. خليني اجيب لكم اياها هاي لفوق، احطها هاي هيك، تمام، واكبر هاي، اكبر لكم اياها عشان نطبق زيها، تمام. حط لي هذا هون، تمام، هيا نطبقكم اياها. روت جونيبر ناقص $100،
موت ناقص 100 دولار. تمام، طيب خلينا نتعامل هذا اللي هو كون سي ال اي كونفيجريشن ديليت. خلينا نحذف انترفيس اي ام 0، كل شيء في الانترفيس بي ام 0. خلاص في شيء ضايل ثاني اول، خلاص في شيء هو انترفيس انساك. طيب شو انترفيس اي ام 0 في شيء فيه؟ شو طيب ست اي ام 0 ست انترفيس، او خلينا نفوت على ايديت انترفيس اي ام 0. تمام فوتنا عليه، او ست ديسكريبشن شو نسميه كاستم، نعمل نفس الشيء كاستمز. طيب شو بده برضه ست VLAN، تقدر تعمل VLAN tagging. خلاص ما تعزم. طيب set unit 100، تمام edit unit 100 set. أول شيء نحط عنا description بغض النظر، مثلا شو نعمل هون plumbing، خلاص plumbing على سبيل المثال. set VLAN ID 100 وست، طبعا بقدر اعملهم كلهم مع بعض. family inet اللي هو ادرس عادي 172.120.100.124. تمام، بس بقدر اعمل كوبي سهل جدا. شو بعمل انا؟ بدل ما اكتبهم كمان مرة بقدر انت تعدل عليهم او تعمل كوبي، ايش مشكلة؟ اعمل له شو بيجيك هون exit، شو بيجيك عندك اليونت واحد، تعمل نفس الشيء اليونت اثنين، يعني سهل الموضوع. تمام، هذا كيف نقدر نعمل نشبكه على سويتش؟ طبعا نكون سويتش، طبعا مش راح نقدر نعمل سمينك لسويتش جونيبر. تعمل انت بتتعامل معاه مع مين؟ مع سيسكو. بتجيب انت سويتش سيسكو بتعمله على جي ان اس 3. طبعا كيف بدي اخليكم تعملوا جي ان اس 3؟ خليني بعمل لكم اياها اخر الحلقه عشان نجرب لكم اياها. تمام، بس حط لي هذا هيك اوكي. طبعا ها نفس الشيء على سيريال، حطوا هنا ديسكريبشن ديلسي وش ديلسي وكل شيء. تمام، تقدر تعمل ديلسي طبعا على ايش، على سيريال وعلى عادي. انك بعرفش اذا بعمل انكابسوليشن، والله جرب بعمل انكابسوليشن ولا بعملش. ست انكابسوليشن فريم اللي بقبلها ولا لا، فريم ما بقبلها، ايثرنت بس. تمام، فهذا الموجود عندنا لانه هو ايثرنت، يعني مش عندنا سيريال، مش مشكله. خلينا هذا ننزل هيك. تمام، هو عندنا اي تي ام وسونت. طبعا طلع عندك كيف الكونفيجريشن معمول، يعني اللي بيعرف فيها. طبعا انت لازم يكون عندك راوتر حقيقي عشان تقدر تعرف تجرب هذا اللول. طبعا وهون كونفيجريشن بارت 3 بحكي لك تو سيريال بندل مالتي لينك بي بي تو بي. هي بوديك مثال كلوكينج مود دي سي اي وبندل. طبعا هذا اذا بدك تفهمه طبعا مش مطلوب منك، مش راح يجي في الامتحان يعني فعليا. راح هذا هيك كله مش راح يجي في الامتحان، بس هيك يعني للاطلاع والنظر. هذا بس هيك عشان مقدمه للي جونيبر اللي بروفيشنال. نفس الشيء بس تقدر تعمله انت يعني، ما بس هيك طلع عليه run show interface tiers match EE. هاي اخذناها يعني، عرفنا شو معناها. إيه هاي الشغلات برضو متقدمة، لازم يكون عندنا ايش اصلا موجود عندنا الهاردوير عشان نعرف نطبقها. جروب، تقدر نعمل جروب انترفيس معين ونطبق عليهم الاوامر نفسهم، خاصة في ايش، في اللوجيكال انترفيس بروبرتيز. هاي بيستخدموها في البي جي بي جروبس. طبعا هسه صعب الواحد يعرف البي جي بي، انا ما درسته اصلا، ما بعرف شو البي جي بي اللي هو الراوتينج. طبعا اللي هو خارج بسموه اللي بربط بين الاترمس، اللي هو بسموه بين تو اترمس ديفرنت اترمس. عندنا هون انترفيس جروب مثال، طبعا هاي اللي خلاص الامثله تطلع عليها، مش تركزش عليها كثير يعني اذا ما فهمتهاش انا شرح تيجيك. انترفيس وانهيرتنس واكسبت كذا، يعني انا ما طبقتهم يعني، وما هيك بس طلعت عليهم اطلاع يعني فعليا، لانه فعليا ما بتقدر تطبقهم لانه عندك فيش مش كامل. بالنسبة للجي ويب في شيء أسهل منها جدا، الداش تفهم كل واحدة. عندنا في عندك أربعة هذا يعني، هاي الصفحة بتكفي. الداش بورد شو بيعمل لك؟ اللي هو كويك جلانس وبوردز وألارمز، بيسألك مثلا الألارمز وين موجود في الجي ويب
على الداشبورد ولا على الكونفيجريشن تاب ولا ترابل شوتنج تاب ولا مينتيننس. هذول الاربعه بس انك تعرف كل واحدة شو موجود فيها. الكونفيجريشن عاد الكونفيجريشن، الترابل شوتنج ايش، البنج والتست وبعرف من شغلات زي هيك. اهم شيء هاي ممكن يسالك عن المينتيننس، لو نعمل احنا ابجريد من الجي ويب من وين نعمله، من المينتيننس. طب لايسنس نحط رخصه عن طريق المينتيننس، نفس الشيء. هاي بيسالك كيف شو سيرفيسز، بتقول انت لازم تشغل الويب الروت. هاي بيسالكش عنها يعني فعليا، ولا هاي بيسالك عنها، بس انت تطلع عليهم هيك نظره سريعه القى عليهم عشان انت تعرف. المونيتورينج سهله، والسيستم مينتيننس هاي اهم شيء. هاي لاينسز بيجيك في الامتحان، هاي شايفها بيجيك في الامتحان لاينسز، اجاني السؤال هذا في الامتحان. ما بتضيفه عن طريق مين؟ عن طريق المينتيننس. تمام. قبل شوتنج وادي نيو يوزر ما بيسالكش عنها. هاي هاي اذا تعمل كل شيء بتعمله كانه بورجيك كل شيء بتعمله. ابديت ان انستول ما موجود، مينتيننس شايفه مدلول 8 4 5، بس تحفظ كل واحد شو بتعمل، ما تخربش بين مينتيننس وترابل شوتنج بس اهم شيء. خلص هيك يعطيكم العافيه. هيك انا خلصت الكتاب الاول، وبضل علينا هسه بضل شغله واحده انه كيف انا اعمل ربط بين الراوتر والجي ان اس. تمام، كيف بدي اعمل بيناتهم؟ خليني اقول لك اياها. جي ان اس 3 هات على السريع افتح لكم اياها. بتجيب كلاود تكبس عليها هون، في عندك هون شايف فيرتشوال، مثلا احنا انه فيرتشوال كنا نعمله، هذا الفيرتشوال بتضيفه اشوفهم والله هون. اللي هو كنترول سي مثلا بدك تضيف الادابتر واحد اللي هو زيرو، تعمل له اد هون، تعمل له اوكي. هذا بتحول ايش، شينج سمبل، بتحط ايش راوتر، وين راوتر، راوتر خلاص راوتر عادي اي صورة بدك اياها انت بتحط جنوال اي راوتر اوكي. خلاص بتسمي ايش هوست نيم، شينج هوست نيم. لو جيت تعمل انت مثلا، طبعا ما فيش عندي راوترات سيسكو ولا واحد ايثرنت سويتش مثلا على سبيل المثال، تيجي تشبك بيناته اللي هو فاست ايثرنت او ايثرنت هون، ايوه بتشبكه مع السويتش. تمام هي صار اشتغل شايف. لو عملوا شوت داون هسه، نعملوا شوت داون اللي هو اي ام زيرو صح، ايديت لا اكزيت هو اكزيت، شو نعمل احنا قلنا اللي هو شوت داون ست انترفيس اي ام زيرو ديسيبل. تمام شوف ما نعمل شيء، هسه بنعمل كوميت هسه هون شغال بشغال فعليا، ما بقدر اجربه انا الا اذا لازم يحكي لي هون ايش شت داون سويتش هون. اشوف رن شو انترفيس ترس بي ام زيرو شغال، ليش بي ام زيرو بوينت واحد داي داون داون بوينت واحد، او احنا بنعمل على نتخل على زيرو 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 صح، زيرو مية احنا عنا زيرو ديسيبل كومنت رن ما اغلق ليش شو انترفيس اي ام زيرو ديسيبل، لازم عملناه ديسيبل ليش ما اشتغل كومت ست انترفيس اي زيرو دي اكتف انترفيس اي ام زيرو كومت رن نفس الاشي اشوف والله عمل لي ام زيرو بس ليش ما عملش ايش ان اكتب دي ام زيرو ديسيبل مت شو اي ام انترفيس اي ام زيرو ان اكتب اي ام زيرو
طب نشوف اي ام 3 دي سي 6 انترفيس اي ام 1 مثلا ديسيبل ديسيبل دوت اول شو اول شي كوميت ران شو انترفيس تيرس داون 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 خلينا نحط على واحد نجرب نحط واحد على هلا احط واحد واحد اد لو جينا نعمل اللي هون مانيوال التاني برضو التاني شغال لانه هو عشان مش معمول له داون راح نتأكد من الموضوع ديليت اشوفه بس اوقف الفيديو لا هو انا كان عندي مشكلة في ال احنا بنشبك فعليا وين على هب الهب طبعا ما بصفي عنا هذا اللي هو هذا عبارة عن هب بس فعليا انت لو انت تشبكه يكون شابك فعليا وين على راوتر يعني انت لو عملته هذا على راوتر هيك وجبت راوتر سيسكو مثلا شبكت بيناته فعليا شو شبكته على الراوتر الفعلي بس هو كأنه بتعامل معك هب لانه هو فعليا احنا شابكين على فيرتشوال بوكس اللي هو فيرتشوال انترفيس فانت نجرب انا جربته وتعاملت معاه يعني كان جميل جدا التعامل ما بغلبك بس هو ايش نظريا بكون ايش لانه انت فعليا عامله مع ايش على هب هون في بكون جواته هب فدائما بضلوا ضاوي ما بنقدر نبين انه طافي ولا شغال عن طريق الرسمي تمام بس عن طريق ايش اللي هو شو ستيتس هيك ان شاء الله بكون انا خلصت الحلقة يعطيكم العافية وإن شاء الله تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.